كما احتضنتهم مأرب بعد أن نزحوا من ديارهم في مختلف مناطق اليمن، ها هم اليوم يجتمعون على صدرها حول سفرة طعام واحدة، مبادرة مأدبة إفطار جماعي يقيمها مجموعة من الشباب بجهود ذاتية لتعزيز الترابط الاجتماعي بين سكان هذه المدينة. وتهدف هذه المبادرة لإظهار رغبة السكان هنا بالحياة رغم الحصار الواقع عليهم، ورغم الواقع المرير الذي يحمل كل مؤشرات الموت في ظل استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية. جمعت كل اليمنيين وجمعت كل شباب اليمن الأحرار الذين أتوا إلى هذه المحافظة من أجل هدف سامي ومشروع سامي. وهذه المبادرات الشبابية والتجمع الشبابي الكبير هي رسالة كبيرة جداً، إن الشباب اليمني بإمكانهم أن يصنعوا الفارق وأن يوحدوا صف اليمنيين في استعادة دولتهم وفي تحرير أرضهم وفي لملم الصفوف، وهي رسالة من كل النواحي في تعزيز التكاتف وروح التعاون والإخاء. ونحيي الشباب الذين قاموا بهذه المبادرة الرائعة، ونتمنى أن نرى هذه المبادرات الشبابية التي تجمع الناس في كل المحافظات. هذا هو الإفطار الجماعي الثالث في مأرب، يعد الأكبر مقارنة بالعامين الماضيين، وذلك بناء على التقديرات التي تقول إن المشاركين بحدود 2000 إلى 3000، وهي أطول سفرة إفطار جماعي حتى الآن، إذ تمتد على طول شارع الهيئة بطول كيلومتر تقريبا. اليوم نحن في السنة الثالثة على التوالي في الإفطار الجماعي لمأرب. المبادرة ذاتية غرضها الكبير هو أن نجتمع وأن نكون ضيوف بعض، غرضها اجتماعي بعد، غرضها أننا نظهر الجانب المدني والجانب الإنساني الموجود في مأرب. مأرب ليست فقط جبهات قتال، مأرب ليست مجتمع مقتتل، بل مأرب الحياة، مأرب أكبر تجمع سكاني مهجر في العالم. تقوم الفكرة ببساطة على دعوة شباب وساكني المدينة إلى الخروج بإفطارهم اليومي الاعتيادي إلى أحد الشوارع الكبيرة والواسعة ليقوموا بمشاركة الآخرين والالتقاء بهم، كما يجري الترويج المسبق للفعالية الواسعة ودعوة الساكنين للمشاركة، بالإضافة إلى بعض الجهات التجارية والمطاعم للمساهمة بشكل طوعي في محفل رمضاني هدفه تعزيز الروابط الاجتماعية وإضفاء شعور روحاني جميل على المدينة. جئنا اليوم نشارك في الإفطار الرمضاني الثالث الذي يعبر عن حالة من الانسجام والتناغم والألفة والمحبة بين المجتمع المحلي الماربي واليمنيين قاطبة، وهي ضمن المشاعر الرمضانية في هذه الأجواء الجميلة. منذ 10 سنوات ومأرب تتحول بشكل مستمر إلى مدينة أكثر قابلية للحياة وقربا من نموذج الدولة، سواء من جهة السلطة أو من جهة السكان الذين يلتزمون بلوائح وقوانين الدولة ويتحلون بالصفات المدنية، ومنها انتشار العمل الطوعي على شكل مبادرات شبابية اجتماعية.